ولتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذة دعاء زيدان محللة أسواق المال. مرحبا بكم على قناة أزهري برنامج أرقام وأسواق. أهلا بك يا حبيبتي وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. في البداية أستاذة دعاء، يعني ربما رأينا ارتفاعات مؤشرات البورصة المصرية اليوم، ما تفسير حضرتك؟ هو النهاردة بعد تثبيت التصنيف الائتماني حصل ارتفاع، وصلنا لمستوى 17856. الارتفاع ده داخل اتجاه عرضي، احنا بقى لنا شهر تقريبا من مستوى 17600 لحد 18000. الثبات فوق مستوى 17800 ده جيد للسوق ان احنا ممكن نجرب على 18200. الفوليوم النهارده كان متوسط 1,789 بصافي مشتريات مصريه وعربيه واجنبيه، فكان الاداء النهارده متوازن في اغلبيه القطاعات والاسهم. أستاذة دعاء، شاهدنا اليوم إعلان بعض نتائج الأعمال لشركات مدرجة، منها العبوات الطبية التي انخفضت أرباحها، إضافة للمصرية للدواجن التي تراجعت خسائرها. ما تعليق حضرتك؟ انخفاض أرباح العبوات الطبية بيرجع إن هي استخدمت 8.13 مليون من محصلات رأس المال اللي كانت عاملاها في شهر فبراير ب 62 مليون. استخدمت اللي هي ال 8.13 مليون دول في بناء المخزون الاستراتيجي عشان تكمل المصنع بتاعها يشتغل بكامل طاقته، وبقي عندها 53.8 ده بقيت رأس المال، وعندها ارتفعت برضو المبيعات بتاعتها من 43 مليون إلى 59. فالفرق دوت كان في شراء منتجات للمخزون الاستراتيجي عشان المصنع يشتغل بكامل قوته. مصرية الدواجن حققت صافي خسارة 1.49 قصاد 4.85 مليون خلال نفس الفترة، بس ارتفعت كمان إيراداتها ل 3.71 مليون، وده جايز إن هي ممكن تحول لربحية على المدى المتوسط. توقعات حضرتك للنتائج النصف السنوية لأعمال شركات الأغذية والأدوية، وما هي التحديات التي بتواجهها بشكل عام؟ متوقع نتائج أعمال جيدة للقطاع الأغذية والأدوية بسبب فرق العملة وارتفاع أسعار المنتجات. التحديات اللي بتواجهها إن سعر الصرف بالنسبة بالذات لقطاع الأدوية، إن هو بيتم استيراد جميع المكونات بتاعته مع ارتفاع سعر الصرف، فده بيأثر عليها، دي التحديات اللي بتواجهها. القطاع الغذائي برضو الأعلاف مربوطة بسعر الصرف، فهي الماتيريالز بتاعت الشركات سواء الأدوية أو قطاع الأغذية هي مشكلتها عملية الاستيراد وارتفاعات وتقلبات سعر الصرف، فدي التحديات اللي هي بتواجهها الفترة اللي جاية. أستاذة دعاء، أعلنت شركة سوديك عن تسديد كامل الدفعة المقدمة لشراء 180 فدانا كإمداد لمشروعها بالساحل الشمالي، ما تعليق حضرتك؟ هي عندها قطعة أرض اللي استحوذت عليها 180 فدان دوت تبع مشروع سيزار. المفروض المشروع دوت توصل تكلفته ل 10 مليار جنيه خلال 4 سنوات، وده هيأثر طبعا في نمو في الشركة نفسها على المدى المتوسط. برأي حضرتك، ما هو المسار المرتقب للمؤشر السبعيني الذي ارتفع اليوم؟ مؤشر 70 النهارده أغلق عند 3599، هو فوق مستوى الدعم 3544، هيستهدف 3677. التحسن في تحسن في أداء المؤشر، أغلبية أسهمه في مناطق تجميعية وفي قاعان كانت فيها حركة سعرية جيدة، فمتوقع إن هو يستهدف مستوى 3677. هل قطاع الخدمات المالية سوف يقود البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة؟ هو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من أهم القطاعات الفترة اللي فاتت، الفترة يعني خلال الربع دوت وكمان خلال النص الثاني من السنة، لأن سعر العملة قيام العديد من الصفقات من خلاله ده بينمو في الأرباح بتاعته، فمن القطاعات المرشحة إن هي تقود البورصة خلال النص الثاني من السنة. هل أستاذة دعاء ستستمر ارتفاعات البورصة المصرية هذا الأسبوع برأيك مع توالي الإعلان عن نتائج الأعمال؟ هو نتائج الأعمال أغلبية الشركات اللي تم الإعلان عنها جيدة، فقد ممكن نستهدف منطقة اللي هي 18200 خلال الأسبوع ده. على الأداء الجيد النهاردة ومتوازن مع الشركات اللي أعلنت عن النمو في الأرباح بتاعتها. انتقل معك لأبرز ما جاء بأسواق العالمية، وأبدأ معك من النفط الذي سجل ارتفاعات الأسبوع الماضي، ما هي توقعاتك بشأنه؟ النفط أغلق عند مستوى 86,000.73، هو ده الأسبوع السابع اللي هو عليه نمو في الأرباح فيه،
احنا عندنا قلنا حتى الاسبوع اللي فات علقنا عليه ان هو مستوى فوق مستوى ال 84 ونص، هيستهدف مستوى 88 ثم 92. الارتفاع الاسبوع دوت بعد التقارير اللي قالتها تقرير وكالة الطاقة العالمية ان في طلب على النفط من بعض الدول في ظل استهلاك قياسي للقوى في سواء في الصين او بعض المناطق. فزيادة الطلب على النفط في الفترة دي هو السبب ان هو ابتدى يدعم في منطقة ال 84.5 واستهداف يستهدف 88. أخيرا أستاذة دعاء، توقعات حضرتك لأسعار الذهب الفترة المقبلة؟ الذهب أغلق عند مستوى ال 1945، هو عندنا منطقة دعم 1910 ومقاومة 1985. أعتقد إن هو هياخد حركة عرضية خلال الأسبوع دوت من مستوى ال 1910 ل 1985. الانخفاض اللي حصل في الذهب الأسبوع ده بسبب ارتفاع الدولار وظهور بعض النتائج الإيجابية عن التضخم في أمريكا، فده اللي هو أدى إلى قيامه بالحركة التصحيحية لمستوى ال 1910. بس هو خلال الأسبوع هياخد حركة عرضية من 1945 سوري 1910 ل 1925 85 على المدى القصير. نشكر الأستاذة دعاء زيدان محللة أسواق المال على مشاركتها معنا اليوم.